devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. La chaîne Devenir professionnel va vous faire bouger pour devenir des professionnels. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذه الدوره التكوينيه اللي غادي نخصصوها باش ندرسوا الكود دو طرافاي ولا مفهوم الشغل، قانون الشغل، نظر الاهميه ديالو بالنسبه للشباب اللي يلاه غادي يوجهوا لسوق العمل او لا بالنسبه للاشخاص اللي هما اصلا متواجدين في هذا السوق مي مازال تيعانيو من مجموعه ديال المشاكل اللي كتخص عقود العمل. دونك نشوفوا واحد التعريف. اولا التعريف العام ديال العقد كما بغى يكون النوع ديالو، مثلا عقد البيع، عقد الشراء، عقد الكراء، عقد الزواج، عقد العمل. دونك عندنا مجموعه ديال العقود، ولكن التعريف الشامل ديال العقد كما بغى يكون النوع ديالو هو عباره عن وثيقه اللي كتبين الرغبه الثنائيه او الرغبه الجماعيه باش نخلقوا مجموعه ديال الحقوق والواجبات فيما بيناتنا او لا فيما بين الاشخاص المتعاقدين. لهذا العقد كي تعتبر شريعه المتعاقدين. دونك بالفرنسيه هنا كتسمى ان دوكيمون كي ريبريزونت لا فولونتي بيلاتيرال، يعني الرغبه الثنائيه، او لا ملتيلاتيرال يعني الجماعيه، بور كري دي دووا حقوق اي دي زوبليكاسيون ريسيبروك، يعني تكون متبادله. حنا خدمنا في هاد لا فورماسيون يعني بالعربي والفرنسيه فقط لانه غالبا كتعطينا لي كونطرا بالفرنسيه، دونك فاش كتعطى بالعربيه او موا ممكن نسلكم مي بالفرنسيه كيتعطاو دوك المصطلحات القانونيه بالفرنسيه تيكونوا شويه صعيب باش نفهموهم. دونك شوفوا الان التعريف ديال العقد العمل. دونك بما ان عقد العمل هو نوع من العقود، دونك هو ايضا يعتبر شريعه المتعاقدين. دونك لو كونطرا دو ترافاي اي ان تيب دو كونطرا، هو نوع من العقد بار لوكيل اون بيرسون امبلويي سونجاج ا ايفيكتيو ان ترافاي pour un autre employeur moyennant une rémunération. Donc, عقد العمل هو عبارة عن عقد اللي كيجمع ما بين شخص اللي كيتسمى employee وفي مفهوم الشغل يصطلح عليه مفهوم الأجير s'engage à effectuer un travail، يعني هو كيلتزم باش انه يلبي واحد الخدمة لواحد الشخص اللي المسمى employeur دونك او المشغل نورمالمون اون كونتر بارتي ديال ريمينيراسيون. ريمينيراسيون هي هو الاجر. دونك الى شفتوا هاد الكلمات اللي وضعنا باللون الازرق هما النواة ديال هاد العقد العمل. دونك عندنا الاجير المشغل، عندنا العمل، وعندنا لا ريمينيراسيون. نديرو واحد الالوستراسيون لهاد لا ديفينيسيون. دونك عندنا هنايا لو سالاري او لا مجموعه ديال لي سالاري، دونك يعني مجموعه ديال الاجراء، وعندنا لومبلويور. دونك العلاقه اللي كتربط ما بين هادو، الاول كيعطي لو طرافاي ولا كيعطي لو سافوار انتيليكتويل ولا لا فورس دو طرافاي، سا ديبون نيفو ديالو. الوغ الثاني غادي يعطي الاجر وتوابعه، يعني التابعات ديال الاجر هما بحال لاكي سوسيال ولا دوك التوابع ديال الاجر. دونك العلاقه اللي كتربط بين هاد جوج هو عقد العمل. دونك عقد العمل باش يكون صحيح لازم انه يتوفر على مجموعه ديال الشروط. وايضا انايا اون طونكو سالاري مثلا قبل ما نسيني واحد الكونطرا خصني نقلب على مجموعه ديال العناصر في هذا العقد ونقراها قبل ما نسيني على هذا العقد. وبالنسبه لي زومبلويور هو ايضا هاد لا فورماسيون مزيانه وخدامه ليه. علاش؟ لانه ما يمكنش نوضع انا في البنود ديال العقد اي حاجه، لانه كل عقد العقد العمل عندنا مجموعه ديال القوانين وعندنا مجموعه ديال الالتزامات اللي خصنا نحترموها وما يكونش تناقض في العقد، لانه لا يمكن ديك الساعه يكون سهل عليا باش انه نقوم بالفسخ ديالو او لا ابطال ديالو بشكل قانوني. دونك في هذه الدوره غادي نخدموا على اربعه المحاور اساسيه باش نسهلوا العمل. عندنا لي زوليمون اسونسييل ا فيريفي افون دو سيني ان كونطرا، يعني العناصر الاساسيه اللي غادي نقلب عليها قبل ما نسير الكونطرا، وهاد العناصر كتواجد في جميع انواع ديال العقود العمل. ثانيا عندنا عقد العمل، انواع ديال العقود العمل اللي كاينين هما سبعه. وثالثا ليكزيكسيون يعني التنفيذ، سيسبونسيون توقيف ديال عقد العمل. وعندي لي بروسيدور ديسيبلينير يعني التدابير التاديبيه في حاله الاخلال باحد بنود العقد. دونك في هذه الحصه هذه غادي نكملوا كان المحور الاول وغنخدموا على لي زيليمون اسونسييل ا فيريفي افون دو سيني ان كونطرا دو طرافاي.
دونك محور اول لي زينيمون اسونسييل دان كونطرا نورمالمون فاش كتعطيني ان كونطرا كيما بغا يكون النوع ديالها يعني محدوده المده وغير محدوده المده دونك غادي نشوفوا انواع ديال العقود في الحصه الثانيه. هاد العناصر هما اللي كنقلب عليهم لان هاد العناصر ممكن تتواجد في جميع انواع ديال العقود العمل. الاول هي لا بيريود دي سي، دونك لا بيريود دي سي كتسمى الفتره التدريبيه. نورمالمون فاش انا كندخل لواحد العمل كنيكوسي مع لومبلويور، ممكن انه ما كيكونش طايق في القدرات ديال لومبلوي لو سالاري، دونك تيطلب منه واحد المده ديال الاختبار يعني باش يختبر القدرات تاعو قبل انه ما يولي خدام ديفينيتيفمون في هاد لونتربريز. دونك وهاد لا بيريود دي سي نورمالمون لو سالاري دو ايتر اوبليغاتوارمون انفورمي دو ليكزيستونس دو لا بيريود دي سي، يعني اجباريا يجب اعلام الاجير بانه راه كيدوز فتره الاختبار. دونك بالنسبه لي كادر او ياسيميلي، دونك بالنسبه للاطر او ما شابههم يعني عندهم مده ديال 3 موا. دونك لان اصلا الكادر كيتخلص واحد الصالير كبير، دونك ما يمكنش انا نريسكي كمشغل نريسكي بواحد الصالير كبير مع واحد واخا يكون عنده ديبلوم كبير، مي ربما ما تكونش عنده الكفاءه اللازمه باش انه يلبي داك العمل، دونك كتكون 3 موا. بالنسبه لي زومبلوي المستخدمين كتكون اموا ادمي، وعندنا 15 جور بالنسبه لي زوفري. دونك هاد المده هادي اللي كنشوفو ديال 3 موا اموا ادمي 15 جور شكون اللي كيحددها؟ تيحددها قانون الشغل في الماده 14. وفقط واحد الملاحظه بغيت نشير ليها، وقت ما تعطاتكم ان كونطرا دو طرافاي وكتلقى مثلا مثلا انه حسب الماده 14 حسب الماده هذه حسب الماده الرقم فانه يلتزم المشغل ولا يلتزم الاجير، دونك نتايا اش كدير؟ ممكن في هذا في التحت ديال هذا الفيديو راه غنوضع لكم واحد البي دي اف ديال قانون الشغل كاملو، كتاخذ غير الماده كتمشي للماده ديريكتومون كتقرا كما كنشوفوا الان. عندنا الماده 14 تحت تحدد فتره الاختبار بالنسبه للعقود غير محدده المده كما يلي. الا شفتوا عندنا عقد محدد المده يعني غيكون عندنا عقد غير محدد المده. بالنسبه لواحد العقد غير محدد المده كما تنقولوا حنا انت فيكس غادي تخدم عندهم فيكس 3 اشهر بالنسبه للاطر او ما شابههم، شهر ونصف بالنسبه للمستخدمين، 15 يوم بالنسبه للعمال، ويمكن تجديد فتره الاختبار مره واحده. دونك لا بيريود دي سي كتعاود غير مره واحده، ما يمكنش يبقى يديرها كل مره. لا يمكن ان تتجاوز فتره الاختبار بالنسبه للعقود المحدده المده التاليه. انا مثلا غادي نخدم عنده مثلا غير 4 شهور ولا 5 شهور، اش كناخذ؟ كناخذ عدد الاسابيع اللي عندي في هذا الكونترا، مثلا 4 شهور عندي 8 اسابيع، دونك كناخذ يوم على كل اسبوع. دونك الفتره ديال المده ديال الاختبار اذا كتكون 8 ايام، وما يمكنش تتجاوز اسبوعين في الحاله ديال فاش كتكون اقل من 6 شهور. والا كانت الكونترا فايته 6 شهور دونك المده اقصى مده ديال مده الاختبار اللي ممكن يخضع لها الاجير هي شهر. دونك هذا هو دونك الماده 14 هي اللي كتحدد لنا هذه المده ديال فتره الاختبار. دونك هذا هو العنصر الاول اللي كنقلب عليه. كنمشيو للثاني، العنصر الثاني هو لا ديوري. لا ديوري يعني المده. نورمالمون انا فاش غادي نخدم عند اي اجير او لا فاش انا كنبغي نخدم اي واحد، نورمالمون خصني نكونفيرمي معاه المده اللي غادي كاز عندي، واش غادي يخدم عندي مده غير محدده او لا نحدد ليه المده. دونك انا خصني دائما نشوف المده. دونك لو كونطرا دو طرافاي دو ايتر كونكلي بور ان ديوري انديتيرميني كوم ايتون اون ريغل جينيرال. نورمالمون في كقاعده عامه جميع العقود خصها تكون غير محدوده المده، ولكن الماده 16 و 17 قننت هذا التحديد. هذا الماده 16 يبرم عقد الشغل لمده غير محدده المده او لمده محدده او لانجاز شغل معين. هنا تيقول لنا يمكن ابرام عقد الشغل محدد المده في الحاله التاليه، فاش كيكون مثلا نترون بلاصتي واحد الاجير كتزيد واحد النشاط المقاوله بكيفيه مؤقته، او اذا كان الشغل ذات طبيعه موسميه يعني كنخدموا غير عندنا واحد الخدمه غير موسميه. يمكن ابرام عقد الشغل محدد المده في بعض القطاعات والحالات الاستثنائيه التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشاره المنظمات المهنيه للمشغلين والمنظمات النقابيه للاجراء الاكثر تمثيلا او بمقتضى اتفاقيه شغل جماعيه. اذا اللي كتشوف فين هذه الماده هذه كتكون حريصه انه تقنن هذا تحديد المده، وايضا كنفافوريزيو بانه تكون دائما نخدموا الاجير بمده غير محدده. في الماده 17
يمكن في بعض القطاعات غير الفلاحية مثلا عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل مقاولة أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة، كنديروا واحد الإبرام عقود الشغل اللي يعني كتكون محددة المدة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. يعني كندير كونطرا محدد المدة كنحبسها عاد كنديرها، ما خصهاش يمكنش تجديد أكثر من مرة، ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة. يعني مثلا فاش كيخدم عندي كونطرا محدودة المدة عاود كيزيد عندي واحد لا بيريود، دونك فاش المرة الثالثة كيبقى ديغيك تسمى ديغيك تسمو سميتو فيكس، ما يمكنش باقي نطبقوا عليه انه راه محدد المدة. غير ان العقد المبرم لمدة اقصاه سنة يصبح في حالة استمرار العمل به الى ما بعد اجله عقدا غير محدد المدة. يعني فاش كنفوت عام كنخدم معاه وباقي تنكمل، دونك كيتسمى ديريكتومون فيكس، دونك صافي كتبط لها داك اوتوماتيكمون. دونك الا شفتو فقط في القانون انه تيشجع انه المشغل يبقى ياخذ دي كونترا غير محدوده المده، مي بالنسبه بعض الحالات عطى شي تسهيلات مثلا في الماده 16 و17 للشركات باش انهم ياخذوا لي كونترا سي دي دي، يعني كتسمى لي كونترا ادوري ديتيرميني. دونك انايا كما اجير خصني دائما نقلب على هذه المده هذه. Le lieu de travail est clause de mobilité. Donc, le lieu de travail, normalement, surtout pour les entreprises, fâche qu'ils ont beaucoup de forums. Maintenant, quand tu négocies avec eux, sur le salaire, sur les conditions, sur le site qui est près de la maison, ou près du transport, donc, بالنسبة للسنة اللي كتاخد كتكون قادر انه تلبي داك العمل في احسن الظروف، مي ممكن ان المشغل ينقلك لمكان اخر الفرع ديالهم الثاني. دونك في هذه الحالة فاش كتكون انت كترفض وفي لو كونطرا فيها الكلوز دو موبيليتي اللي كتشوفوا امامكم، دونك في هذه الحالة عنده الحق يتم الطرد ديالكم بدون ما تاخذوا اي تعويض. دونك لهذا فاش انا كناخذ لو كونطرا كنقلب دائما نشوف المحل نورمالمون لومبلويور كما كتشوفوا هنايا. Donc il a le droit de modifier le lieu de travail d'un salarié, donc autre celui donc prévu par le contrat initial, à condition que le contrat de travail prévoit une clause de mobilité. Normalement on a l'employeur. Et donc il a le droit de changer maintenant de vous transformer par exemple à une autre place. Mais fâchement quand je fais le contrat de travail, mais quand j'ai la clause de mobilité, يعني يتسمى شرط ديال التنقل ديال النقل. دونك فهاد الحالة هادي انا ميمكنش تبقى، اولا لانتيغي دو لونتربريز اكزيج سيت موديفيكاسيون، اولا مثلا كتكون الموقع ديال لونتربريز فواحد البلاصة او خصهم ينتقلو من ديك البلاصة باي وسيلة. دونك فهاد الحالة نورمالمون كاملين غادي ينتقلو، دونك هادي جابتها الظروف. دونك فهاد الحالة ميمكنناش نرفضو، مي فاش مكيكونش لا كلوز موبيليتي في الكونترا دو ترافاي. Donc il a qu'un le refus du salarié dans ce cas est considéré comme un motif sérieux réel de licenciement. يعني في هذه الحاله فاش ما كتبيش تلحق بالعمل راه ممكن يجريو عليك بطريقه سهله وما تاخذ اي حاجه، مي فاش ما كيكونش هاد لا كلوز دو موبيليتي في لو كونطرا وما يمكنش ينقلك لاي بلاصه وبالتالي ما كتسماش اون فوت غراف وما عندوش الحق يتم الطرد ديالك لانك انت النهار الاول خديتي كونطرا وسينيتيها على الموقع ديالهم. وبالنسبه للمشغل اللي غالبا المشغلين اللي كيكون عندهم بزاف ديال الفروع كيكونوا انسيرين هاد لا كلوز موبيليتي في لي كونطرا دو ترافاي. دونك غالبا فاش كتكتب تما كلوز موبيليتي بالفرنسيه كيكون مشكل في الفهم ديالها. دونك الشرط اخر ماشي الشرط باردون مي العنصر الاخر لا فونكسيون اي لا كلاسيفيكاسيون. نورمالمون كاين بعض الاجراء ولا بعض الشباب فاش الله كيدخلوا تيكون عنده مثلا كيكون بوليفالون كيكون عنده بزاف كيتقن بزاف د المهارات، وفاش كيعطوا له السي في ديالهم دوك المشغل كيخدموا على اساس دوك المهارات ديالهم. نورمالمون خصك دائما في لو كونطرا دو ترافاي دير لا ديفينيسيون ديال لا طاش اللي غدير. دونك فاش ما كتاخش ما كتثبتش لا ديفينيسيون دونك ممكن يقلحوك في اي بلاصه. دونك لومبلويور doit normalement définir d'une manière claire la tâche que le salarié embauché va prester à accomplir. Normalement, agir suit dire واحد التعريف كامل للوظيفة العمل اللي غيديروا الاجير في هذه الحاله هذه. دونك فاش ما كيكونش توضيح فاش ما كتكون واحد لومبيغويتي هنايا دونك نبقى نخدموا بك في اي بلاصه بالنسبه للاجير وحتى بالنسبه للمشغل غادي يلقى مشكل. دونك خصني يكون التعريف الكامل باش انه لا الاجير او للمشغل يكونوا محميين
في حالة الرفض ديال أحد الطرفين أنه يدير العمل. ثانيا كاين لا كلاسيفيكاسيون بريفو باغ لو كونترا دو ترافاي كي دوا إتر كومباتيبل أفيك لي فونكسيون كيل فا إكسيرسي. نورمالمون أنت هاد الترتيب ديال العمل خصها تكون مرتبطة مع النوع ديال العقد العمل اللي غيدار، سينون راه الأجير عنده الحق أنه يرفض أنه يدير ديك المهمة اللي تم اللي طلب له باش أنه يديرها، لأنه ما دخلش في لي فونكسيون ديالو. مثلا انه مثلا كيتقن عنده بزاف، عنده دو ديبلوم باغ اكزومبل، عنده دخل ولا بيان 3، نورمالمون وظفنا حنا على حسب واحد ديبلوم، من بعد قلنا له اه راه خصك تنتقل تمشي تخدم لانه انت عندك هاد ديبلوم. دونك انا في النهار الاول خدمت اون طون باغ اكزومبل كو كونطابل فينونسي، دونك ما بقاش عندي الحق انا نمشي نخدم في سيرفيس كوميرسيال، لان النهار الاول ما خدمتنيش في سيرفيس كوميرسيال. دونك فقط هنا كيكون كيكون عند لو سالاري الحق انه يرفض. مي في الحقيقه نورمالمون خص لومبلوي داك لو سالاري خص يكون فليكسيبل، لانه سوق الشغل كيبغي واحد المرونه في العمل. دونك تكون عنده واحد المرونه واحد السهوله انه في التنقل ما بين قسم الى قسم مزيانه، لا بالنسبه للاجير ولا بالنسبه للمشغل. مي فقط حنا كنهضروا على المستوى ديال القانون انه عنده الحق انه يرفض انه يدير هذه الخدمه هذه، انه ما دخلش في لي فونكسيون ديالو. عندنا لا ريمونيغاسيون، هذا هو العنصر المهم في هذا الشيء كامل، يعني الصالير اللي غادي ناخذ، لا غادي ناخذ اجير او اللي غادي يعطي المشغل. دونك لو سالاري هنا دو اتر فير دو باردون دو فير اتونسيون سي لو سالير انديكي دون لو كونطرا دو ترافاي اي اون بروت ولا اون نيت. دائما كاين بعض العقود كنكتبوا مثلا بالعربيه بحال هكا، تيقول لك هو الاجر الخام الذي سيتقاضاه كل شهر مثلا هو 7000 درهم او 6000 درهم. دونك في هذه الحاله هذه اش كتسمى؟ راه ماشي ما غاديش تاخذ 7000 درهم ولا 6000 درهم، مي غادي تاخذ واحد الصالير. داك الصالير من بعد ما كنقتطعوا منه كاع الضرائب، نقتطعوا منه مثلا الليير، نقتطعوا منه لي كوتيزاسيون سوسيال، كامل الاقتطاعات اللي كتكون في الصالير. دونك انت باش تفادى هذه المشاكل كامل، دائما فاش كتنيغوسي طلب الصالير كيتسمى الاجر الصافي او لا لو سالير نيت بالفرنسيه، يعني الصالير اللي غادي ناخذ من بعد ما كيتم جميع الاقتطاعات. فقط واحد الاشاره لو سالير بروت اشنو هو؟ هو سالير دو باز اللي هو اصلا تم عدد الساعات الاضافيه اللي عدد الساعات اللي كتخدم زائد مضروبه في الثمن زائد عدد الساعات الاضافيه زائد لي بريم الحوافز زائد لي زانديمنيتي في الحاله فاش كيكون شي وقع شي حادثه ولا شي حاجه كنعطوك واحد لي زانديمنيتي زائد لي زافونتاج بحال ترونسبور ولا السكن ناقص لي ديديكسيون سور سالير. دونك فقط بالنسبه للريمونيراسيون فاش يلاه كتنيغوسي طلب دائما الصالير نت باش تفادى جميع المشاكل. بالنسبه للناس اللي بغاو يتعمقوا في هاد النقطه ديال لا ريمونيراسيون ممكن تدخل الفيديو ديالي في لاشين ديال فيسكاليتي ديال ليير، غادي نديرو في السو ديال هاد لا فيديو ودخل ليير غتلقى بالتفصيل كيفاش كنحسبوا الصالير وجميع الاقتطاعات بالنسبه لجميع دوك لي فورشيت ديال السالاريال اللي كاينين. لي زيليمون توجور دائما في العناصر الاساسيه اللي خصنا نبحثوا عليها قبل ما نسينو لو كونطرا هو لا كلوز دو ليكسكلوزيفيتي. يعني لا كلوز ديكسكلوزيفيتي يعني تنقول لك اكسكلوزيفمون يعني حصريا الشرط الحصري. بحال قلت لك انا غادي ما يمكنش نخدم عند شي واحد اخر فاش كنسيني كونطرا عند هاد لومبلويور، ما بقاش عندي الحق نخدم عند حتى واحد حتى نكمل ديك الكونطرا فاش كنخدم عند واحد اخر، لان في القانون ممكن كيخول لي نخدم عند اكثر من مشغل. الا كان الوقت مثلا ممكن نخدم عند مشغل واحد مشغل جوج، مي فاش كيكون لا كلوز ديكسكلوزيفيتي في لو كونطرا دو ترافاي ما بقاش عندك الحق تخدم عند واحد اخر. علاش؟ نورمالمون لو سالاري اي نو اوبليكاسيون دو لويوتي فيغ سون امبلويور او كور دو ليكزيكسيون دو كونطرا دو ترافاي. دونك هنا المشغل نورمالمون عنده واحد التبعيه بالنسبه للمشغل ديالو، وما يمكنش يخدم عند شي واحد اخر فاش كيكون هذا الشرط ديال الكلوز ديكسكلوزيفيتي في الكونترا، لانه في هذه الحاله هذه غادي يتم الطرد ديالو بدون ما ياخذ اي تعويض. مي فاش ما كيكونش هذا لا كلوز ديكسكلوزيفيتي مي ممكن تخدم عند اكثر من مشغل. عندنا لا كلوز دو ديفورماسيون اشنو هو؟ واحد هذا الشرط هذا فاش كيكون المشغل مثلا كيبغي يرفع في المستوى التنافسية ديالو كياخذ الاجراء اللي عنده كاملين كيصيفطهم لشي مدرسة ولا يكون مثلا سيبيريو باش ياخذوا واحد التكوين
في واحد المجال معين. دونك هاد التكوين اللي كياخدو نورمالمون هو اللي هيخلص هاد لا فورماسيون، كيخلصو من الوقت ديال الشركة وكيخلصو من الفلوس ديالهم. دونك في هاد الحالة هادي انا كأجير اللي واخد هاد لا فورماسيون ما بقاش عندي الحق نخرج من هاد المؤسسة حتى نقضي واحد المدة معينة، سينون غادي نخلص هاد لا فورماسيون اللي تما اللي خلصوا عليا. مي عنده شروط، هو خصو يكون هو ايتان اكور اكخي، ضروري يكون كتابي نورمالمون بار لوكيل لو سالاري سونجاج ان نو با كيتي لونتربريز بوندون او موان اون سيغتان دوري، ضروري تكون واحد المده معينه. اديفو يعني في الحاله ديال فاش كيرفض لو سالاري دوا رومبورسي ان سوم كونفوني مونسيوني ديجا دون لو كونترا اون كونتر بارتي دي ديبونس دو لا فورماسيون كي لوي ايتي اسيوري بار سون امبلويور. دونك في الحاله فاش ما فاش كيخرج دونك هنايا غادي يطلبوا الاخر يعني المشغل ديالو باش انه يعوضو في لا فورماسيون اللي خلص عليه، لانه هو اصلا المشغل واخد داير بحسن نيه انه باش يرفع نسبه التنافسيه ديال لونتربريز ديالو. دونك بالنسبه للاجير الا كان هو اصلا معول يخرج ما كاينلاش يدوز ديك لا فورماسيون، دونك هنايا كتولي داخل في سوء النيه، وبالتالي غادي يتابعو قضائيا وغادي يخلص لا فورماسيون الا كانت اصلا كتابيه. الا ما داش كتابيه راه المشغل في هذه الحاله ما غادي ياخذ والو. عندنا لا كلوز دو نون كونكيرونس. نون كونكيرونس يعني عدم التنافسيه، شرط عدم التنافسيه. دونك في هذه الحاله هاد لا كلوز كيدار بزاف في الشركات الصناعيه فاش كيكون واحد النيفو تقني كيكون طالع بزاف. دونك لا كلوز دو نون كونكيرونس سيت اون اوبليكاسيون بار لوكيل لو سالاري نوتامون ان كادر باغ اكزومبل s'engage à ne pas travailler après la rupture du contrat de travail dans le même secteur d'activité, soit pour son propre compte, soit pour une contrepartie, une autre entreprise concurrente, normalement qui appartient au même secteur d'activité. Par contre, je vais la définition. هو ما يمكنش نخدم عند واحد نخدم لراسي انا مثلا، اولا نخدم لشي شركه اللي كتنتمي لنفس القطاع، لاننا غادي ندخل في التنافسيه مع الشركه اللي كنت انا خدام فيهم اللي انا اصلا حافظ جميع الاسرار ديالهم. دونك سيت كلوز بوغ اتر فالاب ان باش تكون صحيحه دوا رومبلير نورمالمون ان سيغتان نومبر دو كونديسيون، ولي كونديسيون هما هادو. اولا خصها تكون محدوده في الزمن، يعني لا كلوز دوا ليميتي دو لو طون، ما يمكنش مثلا ناخذ مثلا 12 موا باغ اكزومبل، ميمكنش يقول لك لا راه تخدم هذه الحياه، ميمكنش تخدم هذه الحياه، وميمكنش يحدد لي مجال كبير، خص تكون في واحد لا زون جيوغرافيك محدد. ثانيا il doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise، ثانيا خصها تكون داخله راه كتدخل في المصالح الاساسيه والحمايه ديال المصالح الشخصيه ديال الشركه. وثالثا خصنا نراعيو ايضا خصوصيات ديال العمل ديال الاجير، لانه حتى هما ماشي بقى ما خصوش يبقى بدون عمل لانه فقط خرج من عندك الشركه وبالتالي ومسيني هذا الشرط، دونك في هذه الحاله ما بقاش عنده الحق يخدم. لا دونك هنا راه كيتسمى استغلال، والقانون راه قنن هذا الشيء هذا. دونك حددوه في الزمان وفي المكان وخصوصيات العمل، وايضا خصها تكون داخله في الحمايه ديال. دونك هنا غالبا كيتدخل خبير في هذا الشرط هذا. دونك حتى الان دابا شفنا تقريبا جميع العناصر اللي كاينين اللي كنقلبوا عليهم جميع لانواع لي كونطرا. عندنا فقط واحد التذكير، عندنا البيريود دي سير فتره التدريبيه، المده واش محدوده ولا غير لا، مكان العمل والشرط التنقل، عندنا تعريف بلاطاش اللي غادي ندير والترتيب ديالها والنوع ديالها، الاجر اللي غادي ناخذ واش كيكون بروت ولا اونيت، الكلوز اكسكلوزيفيتي واش نبقى نخدم عنده بشكل حصري، عندي كلوز دو دي فورماسيون يعني فاش غادي يخلص واش غادي يخلص عليا شي فورماسيون، واش غادي نجلس من بعد هاد لا فورماسيون، وعندي كلوز دو نون كونكيرونس. دونك هاد العناصر هادو تيكون في تقريبا جميع انواع ديال لي كونطرا، وهما اللي خصك دائما تقلب عليهم في اي نوع ديال الكونطرا تحط قدامك. دونك اللي غادي نخدموا عليه هما من بعد هما لي تيب دو كونطرا دو ترافاي، يعني انواع ديال لي كونطرا دو ترافاي. دونك حنا شفنا دابا التعريف ديال الكونطرا ديال لو طرافاي، شفنا العناصر الاساسيه اللي كنقلبوا عليهم في الكونطرا ديال لو طرافاي. دابا غادي نشوفوا لي تيب دو كونطرا دو طرافاي وغادي نديروهم ان شاء الله في الحصه الماجيه. دونك كنتمنى انني كنت وفقت في الشرح ديال هذا الدرس، ان شاء الله في الحصه المقبله غادي نخدموا على لي تيب دو كونطرا دو طرافاي. وما تنساوش ان شاء الله الى عجبكم هذا الفيديو دو كليكي سور جيم اي دو نو لسي ان كومونتير. السلام عليكم. La chaîne Devenir Professionnel est une seule adresse pour tous vos besoins. Économie et gestion, cours de la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la comptabilité des sociétés, la fiscalité et la gestion financière. Développement web,
tutoriels de HTML5, CSS3, PHP5 et des CMS notamment Joomla, WordPress et PrestaShop. Marketing Web, cours du marketing et le référencement des sites web sur les moteurs de recherche comme Google. Bureautique, des tutoriels et des astuces pour la bonne maîtrise des logiciels bureautiques comme Word, Excel, PowerPoint, Access. Langue et communication, cours pour améliorer votre niveau en français. Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas à cliquer sur j'aime et nous laisser un commentaire. Merci d'avance.